وللحديث أكثر عن نفوذ الميليشيات في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي. أهلا بك معنا سيد حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا بك سيد حسين. يعني مع اتفاق المراقبين على أن الميليشيات في العراق باتت قوة عسكرية كبيرة، ووصف معهد نيو لاينز الأمريكي لها بأنها باتت فعلا تشكل نظاما للسيطرة على المنطقة، بماذا تفسر هذا الصمت الحكومي على تنامي قوة هذه الميليشيات في العراق؟ يعني الصمت الحكومي هو لتكامل الأدوار ما بين الميليشيات والحكومة لبناء قوة عسكرية مؤدلجة تعمل خارج الحدود، ولا أيضا يفوتنا أنه هذه القوة هي مدعومة أمريكيا. كل ما يشاع حول الخلاف الأمريكي مع هذه الميليشيات وإيران ما هو إلا للاستهلاك المحلي والإعلامي، يريدون أن يقنعوننا بأنهم أعداء وأن هذه الميليشيات هي حركات مقاومة. هذه كله كذب. كانت الولايات المتحدة هي من تدرب هذه الميليشيات إلى زمن قريب، وما زالت بعض الميليشيات هي تدربها. فهذا الصراع الذي يدور هو ما بعده، والحكومة العراقية هي لم تكن مساهمة فيما يجري فهي أضعف حلقات الدولة العراقية، وبالتالي الذي يحكم على الأرض هي الميليشيات وأجنحتها السياسية. ألا ترى أن هناك مبالغة سيد سبعاوي بحجم نفوذ هذه الميليشيات، أم أنها فعلا باتت لربما تشكل دولة يعني داخل الدولة، ولربما قوة أكثر من قوة الدولة الحقيقية في العراق؟ يعني هذه الميليشيات على المستوى الداخلي في العراق هي لها تأثير ونفوذ كبير، وهي المسيطر الحقيقي والحاكم الحقيقي على الدولة العراقية. أما على المستوى الخارجي أو على مستوى التقييم العسكري، فهذه الميليشيات هي لا تستطيع مواجهة أي عدو على الإطلاق سوى أن تسوم العراقيين سوء العذاب، تهجر الناس، تنهب أموالهم، تنهب أموال الدولة العراقية، مجموعة مرتزقة تعمل لصالح إيران. كل ما في الأمر هذا فهي لا تعد كقوة عسكرية عراقية تحمي الوطن وتدافع عنه وتمتلك أي مشروع عسكري وطني. هذا الأمر مستبعد جدا، لكن على الأرض نعم هم الذين يحكمون في الساحة العراقية لكن بدعم إيران. لماذا لا تقوم الولايات المتحدة بضبط هذه الميليشيات، خاصة يعني كما تعلم أن إيران تستخدم هذه الميليشيات كأوراق ضغط لربما للحصول على مكاسب سياسية في وجه الولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة لا تريد إنهاء هذه الميليشيات، قد خدمتها كثيرا وما زالت تخدمها في زعزعة المنطقة وفي إشعال حرائق في المنطقة. هذه الميليشيات هي من هيئت الأجواء لدخول القوات الأمريكية إلى العراق واحتلاله. هذه الميليشيات وإيران تخادمت مع الولايات المتحدة كثيرا، ومثل ما يقول القوم في السر غير القوم في العلن. لكن نحن يعني مشغولين في الحرب الإعلامية الكلامية بينهم، ولا نتابع ما هو موجود على الأرض من تخادم فيما بينهم. أيضا يعني سيد سبعاوي، هذه القوة العسكرية أصبحت تسيطر كما تعلم على مساحات من الأراضي كسهل نينوى الذي تغيرت تركيبته السكانية. هل عمليات التغيير الديموغرافي باتت من ضمن أهداف هذه الميليشيات، أم أن أهدافها لربما يعني تقتصر السيطرة الاقتصادية؟ لا، الهدف التغيير الديموغرافي هو هدف أمريكي إيراني تنفذه هذه الميليشيات. لا ننسى عام 2016 صرح مجموعة من أعضاء الكونغرس على أن تكون منطقة سهل نينوى مدينة بذاتها. هذا التصريح يحتاج إلى فعل على الأرض. من الذي يقوم بمثل هذا الفعل؟ الميليشيات. حتى نلاحظ كيف هذا التخاذل فيما بينهم. إيران تخدم هذه الميليشيات لتسهل عليها الوصول إلى البحر المتوسط، إلى سوريا ومنها إلى البحر المتوسط وإلى لبنان، لتدعم حلفاء في تلك المنطقة. أمنت لها الطريق البري، أصبحت الآن إيران تستطيع أن تصل إلى أبعد نقطة عراقية إلى حدود سوريا ولا تعاني من أي مشكلة أمنية. وكذلك الولايات المتحدة كما ذكرت لك، فهذه الميليشيات هي أداة لتنفيذ التغيير الديموغرافي، ولا يمكن حصرها فقط على العمل الاقتصادي ونهب أموال المواطنين. نعم، بحسب معهد نيو لاينز الأمريكي فإن الميليشيات أصبحت تسيطر تقريبا على 72 حقلا نفطيا في الجيارة في نينوى.
ما الآثار المترتبة على تنامي القوى أو القوى الاقتصادية لهذه الميليشيات أيضا؟ الآثار بصورة مباشرة لأضعاف الدولة العراقية، تنامي قوة هذه الميليشيات، مساحة يعني إعطاء مجال كبير للتدخل الدولي في العراق. يعني هذه الميليشيات تحويل العراق إلى دولة فاشلة، كل هذه نتائج آثار سيطرة الميليشيات سواء على الموارد المالية والاقتصادية للدولة العراقية أو على التغيير الديموغرافي أو على الملفات الأمنية. واليوم الجيش العراقي يعني حاله حال الحكومة العراقية أيضا في حلقة ضعيفة، يراد إضعافه، هو يراد إضعاف هذا الجيش لكي لا يكون له دورا في نزع سلاح هذه الميليشيات. كلمة سياسية في العراق عادة ما تذكر هو جعل السلاح بيد الدولة، هذا كلام يعني فضفاض لا قيمة له. هو يجب نزع سلاح الميليشيات، النزع هو الصحيح، ولا يوجد نزع لسلاح هذه الميليشيات لأن هذه الميليشيات مسيطرة على البرلمان والحكومة العراقية. إذن عبر الهاتف كنت ضيفنا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لك.